شبارة من مدينة ورا، مدير مكتب الشهداء المفقودين والمبتورين ورئيسة مؤسسة مستقبل أبنائنا لرعاية الأيتام. بالنسبة للعمل المجتمع المدني حسيته أقرب شيء لمكان لي، يعني مجال عملي الأصلي اللي هو خدمة الأيتام وخدمة الأسر المحتاجة. أفتخر بإني أنا الوحيدة على مستوى ليبيا أن يكون مديرة مكتب بوزارة الشهداء. أفتخر بي لأن استطعت إني ننجز أعمال وخدمات وقدمت خدمات لهذه الأسر، والحمد لله يعني تم تصنيفي من أحسن مكاتب على مستوى ليبيا. والله للأسف الشديد يعني كنساء ورجال ما عندهمش ثقة في خدمة المرأة، بالرغم من المرأة لو أتيحت لها الفرصة، والحمد لله عندنا نساء رائدات فعلا يعني وخبيرات استطاعوا أنهم يكونوا في القمة. لو أتيحت الفرصة للنساء ليبيا أنا متأكدة بأنهم هيكونوا من أحسن نساء العالم.